من أقوال عيسى المسيح السماوية الخالدة. عن رجال الدين المنافقين. يثقل رجال الدين المدعون كاهل الناس بفتاويهم التي لا يحركون ساكنا بتطبيق أصغرها، وكل قصدهم كسب مديح الناس. التاريخ إلى نصفين، نصف قبل ميلاده والآخر بعد ميلاده، وقيل عنه الكثير، منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب وافتراء. تعالوا معا نقرأ عنه ونكتشف من يكون في كتاب القول الصريح في عيسى المسيح، والذي يمكن تحميله مجانا من موقع www.isa-almasih.com www.isa-almasih.com.